السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين إن شاء الله في شرح منهج الماث على القناة لجريد 2 أو برايمرز 2. أخدنا في الدرس الأول شابتر 2، الدرس الأول والتاني، وهو الجمع والمضاعفات. النهاردة عندنا adding or subtracting the number 10، يعني جمع وطرح الرقم 10، adding and subtracting by making tens، والطرح بتكوين 10، ودي حاجة جديدة جدا علينا في المنهج الجديد. طيب تعالوا نشوف الأول إزاي نطرح ونجمع على مخطط الأعداد، تمام، او على مخطط ال 120. هنا بيقول لي adding the number 10، add 26 plus 10، تمام. بنعمل ايه الحاجات دي يا جماعه؟ استراتيجيات جديده في المنهج الجديد، مش هتيجي في الامتحان رابعه ولا خمسه ولا، لكن لازم الطفل يعرفها. هنا بيقول لي خد بالك لما تيجي تجمع رقمين على بعض، بتروح الرقم الكبير 26 تقف عليه اهو، وبعدين walk to right، امشي ناحيه اليمين، امشي ناحيه الايه؟ لو مشيت ناحيه اليمين انا كده بزود ايه؟ 1 بلس 1. لو رجعت ناحيه اليسار ليفت بلس 1 ماينس 1، يعني لو مشيت من الرقم ده، لو مشيت شمال يمين رايت انا كل خطوه بخطوها بزود 1. لو رجعت شمال او ليفت كل خطوه بخطوها بعمل ماينس 1. طب ازاي هعمل 10؟ لو طلعت لفوق خطوه انا كده بماينس ايه؟ بماينس 10، يعني بنقص 10 من الرقم ده. ولو نزلت لتحت خطوه هبلس 10، هزود 10، تمام. تعال نشوف كده نطبق الكلام ده اهو. هنقول 26 هنا الرقم اهو، كده بلس 1 هنزود 1، كده ماينس 1، كده ماينس 10، كده بلس 10. طب تعال نقف عند 26. ها 26 لو عملت 26 ماينس 1، ها احنا نرجع فين؟ نرجع ورا، يبقى طلعت 25، كلامه صح. طب لو مشيت لرايت، ها بقت 27، زودت 1. طب لو طلعت فوق بقت 16، يبقى انا عملت ماينس 10. طب لو نزلت تحت، اللي مسألة رئيسية، ها لو نزلت تحت زودت ايه؟ 10 بلس 10 بلس 10، يبقى 26 بلس 10. هعمل ايه؟ هقف عند المخطط وانزل خطوه تحت، بقت 36. طبعا المخطط ده ما بيجيش في الامتحان خالص، لكن هو ده استراتيجيات لازم الطفل يعرفها. سهله سهله جدا. تعال ناخد رقم تاني هنا، بيقول لي 30 8 بلس 10، فين 38؟ هعمل عليها ايه؟ سيركل. 38 فين 38 38 38؟ اهي هو عايز ايه؟ بلس 10 بلس 10، يبقى هنزل تحت، بقت كام؟ بقت 48. فعلا كلامه صح، تمام، سهل جدا. طيب تعال نشوف الطرح زي ما قلت لك. ها هنا بيقول لي 26 ماينس ايه؟ ماينس 10. سيبك من اللي هو حللها، تعال ناخد واحده مش حللها. هنا ايه؟ 49 ماينس 10، فين 49؟ نعمل عليها سيركل، ادي 49. طيب احنا قلنا هناك ايه؟ فوق هنماينس 10، تحت هنزود 10. طيب نطلع هنا، هو عايز هنا ايه؟ ماينس، يبقى هطلع فوق بس، تبقى 39، تمام؟ 39، يبقى انا كلامي صح وهو كلامه صح. سهله. دول اول ايه؟ اول درس. الدرس الثاني بقى والمهم والصعب جدا، اللي هو ايه؟ الطرح بتكوين 10. طب اعرفها ازاي يا مستر؟ ان هو قال لي هنا 14 ماينس 6. لو عديت قلت count from 6 to 14، يعني هعدي من 6 لما اوصل 14، after 6 7 8 9 10 11 12 13 14، طلع علي دي كام؟ 8. انا حل كده صح، لكن هيعملها لي غلط. ليه؟ لان هو قال لي فوق ايه؟ make 10 to subtract، يعني اعمل 10، لازم تكون في المساله 10 عشان تطرح. طب احلها ازاي؟ بمنتهى البساطه بقول لي 14 minus 6. فاكر الجمع المضاعفات كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب مضاعف الرقم الصغير. طيب هنا العكس، الرقم الكبير هو اللي هشتغل عليه، عايز اخليه ايه؟ عايز اخليه 10، ادي خليته 10. طيب لما خليته 10 خدت منه كام؟ 4. خدت منه ايه؟ 4، يعني بحل الرقم ده رقمين، 10 وحاجه ثانيه، 10 و4. طيب ال4 دي انا هاخدها منين؟ ال4 دي هحل الرقم ده الى رقمين منهم 4. 4 ايه؟ 4 ماينس 4 بلس ايه؟ 4 بلس 2. يعني ايه تاني يا مستر؟ مش فاهم تاني. انا عايز اعمل 10 عشان ايه؟ عشان المساله تفلح. ال 10 هروح لمين؟ هروح ال 14 اخليها 10. طب لما ال 14 اخد منها 10 هيفضل 4، ال 4 دي بطرحها من 6 هيفضل ايه؟ 2. بس كده هعمل ايه بقى؟ ال 10 تنزل، تمام، ودي ماينس، تمام، ماينس 2 ده خلاص انا اتخلصت منه، هو بينزل معايا عشان يبسط معايا المساله. كده هعمل له اكس فوق اكس تحت، بقت المساله 10 ماينس 2 ايكوال ايه؟ 10 ماينس 2 ايكوال ايه؟ 8.
الحل ايه؟ تبقى اتاكد من الحل ازاي؟ ارجع فوق 14 ماينس 6 ايكوال ايه؟ 8. يبقى لازم ده يكون زي ده. تمام؟ سهلة ومش سهلة؟ ها؟ واحدة تانية بقول لي 18 ماينس 9 اد او سبتراكت باي ميكينج 10. اطرح بتكوين 10، انا عايز اخلي ده ايه؟ 10. تمام؟ خليه 10. ها؟ محتاج منه ايه؟ محتاج اتخلص من ال 8 دي. ال 8 دي هتخلص منها ازاي؟ احلل ال 9 الى ايه؟ الى رقمين 8 بلس 8 دي 9 بلس 1. بس كده، دي كده هعملها بقت 10 ماينس 1 ايكوال ايه؟ ايكوال 9. اتاكد من الحل ازاي؟ لو طرحت ال 18 ماينس 9 هيدي لي ايه؟ هيدي لي 9. يبقى هنا 9 هنا 9، يبقى انا كده حل ايه؟ صح. تمام؟ حاجه مهمه جدا في المنهج الجديد حل الواجبات. احنا كده خلصنا الدرس. الحصه الجايه ان شاء الله هناخد ازاي نحل مسائل كلاميه. اصعب حاجه في الرياضات والماث هي المسائل الكلاميه، ستوري بروبلمز اند اون ادينج، ستوري بروبلمز اون سبستراكتنج، مسائل كلاميه طرح ومسائل كلاميه جمع. وده هنشوفه الفيديو الجاي ان شاء الله. لو تنساش تعمل ودعم المحتوى عشان نكمل. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.